أبو الفضل العباس يطلب الإذن والرخصة ويسمع الأطفال ينادون العطش العطش يسمح. قال: سيدي أبا عبد الله إذن لي حتى أقاتل بين يديك. قال الحسين: أخي أبا الفضل، أنت صاحب لوائي، وإذا قتلت شتت عسكري أبا الفضل. فألح أبو الفضل عليه، قال: إذا كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، اطلب لهم ماء. فحمل القربة شباب وناس مؤمنين يقولون: عهدناك تقرأ أبيات شعرية في كل سنة عن العباس، طالبيها من عندي. فأقراها أبيات شجاعة: يا حيفا لبو فاضل، يا حيفا لبو فاضل، تجنى وسلل مذهب ظنوة حيدر الكرار، يوم المعركة مجرب ظنوة حيدر الكرار، بالطف صار لشنيار، صب طاعون عالكفار، ودع جموع عطشار، يحصد روس بالبتار، سوى الدم بحر تيار، شبل اللي يسحام الجار، خلاها تفر اسرب ذيك قرومها والشوس، لفها وحاس بيها حوس، فل الحزم شق الطوب بالجثث طير روس، باسم بالحرب مانوس، بيوم الكون عند عروس. اذا تسمع شجاعة ابي الفضل تذكر زينب في خيمتها وهي تنظر الى ابي الفضل. بيوم الكون عند عروس، فوق الجثث قام يدوس، بجد محصانة المعرب بدد كلمة لازمها، رفها وظل يجسمها، خيل وزلم لملمها، وصك سيفة بجماجمها، وجثث بالسيف خذمها، وجرت وديان من دمها، ولا يرهب صوارمها، نار بصارمة الهب، ضرب السيف يحلاله، ودركال الحرب شاله، خياله ورجاله، سيافه ونباله، ما ظل بطل ما نال سيفه، وطلق عساله، والمطوس اللي يدناله علي موت الحمر ينصب، عزم على الفزع أرها، 70,000 ينحرها، بيض سيوف كسرها، وسمر رماح بترها، أذهلها وذعرها، وروس الشوس طيرها، لملمها وطشرها، ورد لمها وكدسها بصارمة وطرب، مطرب مبتسم فرحان، صال وعمر الميدان، يوم اللكد عالجيمان، جندل كم بطل حران، يتنومس قمر عدنان، بين سيوفها والزان، غاص وكور الفرسان، ظنوة حيدر منتبها، جنة جنة وصلنا، باسم دون المناية، وعليها معتن عناية، وبيد السيف والراية، ونار الكون حماية، ونوى بعزمه وراية، يقصد للمسناية، يجيب الماي للثاية، العبد الله الطفل يشرب، والله كرد الشوس هب زودة، وصار الصيد منقودة، وذكرهم حرب عودة، سيفة ورمحه شهودة، يجيب الماي مقصودة، يا بي بغفلة قطع وزنودة، بغفلة قطع وزنودة، وطرها متبع عمودة، الكندي وجاه ابو السجاية، شاف مقطع جفوف، قال له: يا عباس يا فرايس، يا صيد يا شديد الباس، وعلى الناس شارب شاياس، دوم وشاسب النوماس، والله خويا من عليك شاب الرايس، ولا بد ما تمر زينب عليك بحبل مكتوف. قال له اخي ابا الفضل: الان انكسر ظهري وقلت حيلتي،
ابو الفضل العباس كان السهم نابت بعينه اليمنى، اليسرى جمد عليها الدم بينه وكذلك، واذا به يرى او يسمع يحس بأب رجل يحمل رأسه. تصور واحد من الاعداء يريد ان يذبحه، يقول له بصوت ضعيف: يا هذا، شوف الاخوة، يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني حتى يأتي الي ابن والدي. الحسين قال: اخي ابا الفضل، انا اخوك الحسين، نور عيني لقد انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. اراد حمله الى المخيم، امتنع ابو الفضل. لماذا؟ قال: اولا ان الامر قد نزل بي، وثانيا اني اوعدت سكين والاطفال الصغار بالماء واني لمستحن منهم ان اذهب اليهم. رحمة الله على احد العلماء يقول: كل شهيد عندما يسقط في المعركة رسول الله عند رأسه يسقيه بكأسه الاوفى شرب لا يظمأ بعدها ابدا، الا ابا الفضل، باستثناء ابا الفضل. الرسول الاكرم يوم عاشوراء، ذاك العالم يقول، ونظرية حلوة ملفتة للنظر، يقول: قدم اليه الاناء فيه ماء، ابا الفضل امتنع عن الماء. الرسول يقول: يا ابا الفضل، نور عيني، لماذا لا تشرب؟ لماذا لم تشرب؟ قال: يا رسول الله، روحي فداك، كيف اشرب واسمع اصوات اطفال اخي الحسين ينهدون وعطشا؟ يقول له: يا اخويا حسين، يا اخويا حسين، خليني بمجاني. يقول له: ليش يا زهرة زماني؟ يقول له: وعدت سكنة تراني بماي ومستحي من هيا ومقدر، وبلغ سلامي يا عضيدي للمصونة، وقولوا لها راعي العلايم لا ترتجونا. رجع ابو عبد الله الحسين الى الخيام، استقبلته النساء والاطفال ينظرون الى الحسين محدودب الظاهر باكي العين يكفكف دموعه بكمه، لذلك اتجهت اليه سكينة، قالت: ابا يا حسين، هل لك خبر من عمي ابي الفاضل؟ عظم الله اجوركم. قال لها: بني سكينة، عظم الله لك الاجر بعمك يا ابي الفضل، لقد تركته على نهر العلقم مقطع البدن. يقل لها: يا سكنة، يا راح عباس، اي والله، وراح الضغم اللي يرفع الراس، عمد الحديد بكربلا خسف القمر، او خيي من يحمي بنايات محمد.